كانت تشكل مادة الكيمياء بالدرجة الأساسية، لأن التعامل معها كان يستوجب معرفة بصفاتها ودرجة غليانها وتذويبها، وخصوصا المعادن اللي سهلة الميوعة. يعني كانت تشكل نوع من، هي بداية الكيمياء في ذلك. هناك شيء اسمه الخيمياء، الخيمياء هو الكيمياء السحرية، اللي ليست الكيمياء، أنا أحكي عن الكيمياء كعلم هنا. أنصع مثل وأعظم مثل وشامل أعتبره هو بطارية بغداد. ما هي بطارية بغداد؟ اكتشفوا في منطقة تل حرمل أيضا شيء على شكل يعني جرة من الطين فيها أسطوانة نحاسية، وعام 36 طبعا، ومحاطة بعصير الليمون أو شيء من هذا القبيل عندما فحصوه. فالعالم الألماني أخذ هذا وأجرى تجربة وصمم بالضبط نسخة طبق الأصل من تلك الجرة، ما كانوا يعرفون بالضبط ما هي، وملأها بعصير العنب الطازج، وتمكن من توليد 0.87 فولت، وهي قوة كهربائية كافية لطلاء تمثال من الفضة بالذهب. نشوف الآن، نشوف بطارية بغداد. لماذا سميت بطارية بغداد مو بطارية بابل؟ لأن عثر عليها في مناطق بغداد، وبغداد كانت منطقة بابلية، هي مدينة بابلية صغيرة اسمها بغدادو في ذلك الزمان. فهاي هي بطارية بغداد أمامكم اللي تشوفوها، هذا هو الوعاء أشبه بالرمانة اليدوية الطويلة يعني بهذا الشكل، وهذا هو القطعة النحاسية، وهنا يوضع الحامض في هذا الجوف، و توضع قطعة الذهب طبعا، ويصير الطلاء بشكل طبيعي. هذه الحقيقة توقف عندها العلماء توقف كبير، لكن تعرفون العلم في ذلك الوقت لم يكن علما نظريا ومختبريا، كان علما تجريبيا وشعبيا، فلم تنمو مثل هذه العلوم بشكلها الصحيح إلا في العصر الحديث. لكن هاي بدايات علم الأحياء نفس الشيء، كان هناك وصف دقيق للنباتات اللي تنمو، ظروفها وانتشارها، فن الحدائق والجنائن، وصف الأعشاب، كان هناك أشبه بالمجلدات والقواميس الحقيقة لأسماء النباتات في ذلك الزمن. نعم، الفيزياء، تسجيل حركة البحار والزلازل والبراكين، وردت في الألواح البابلية، التبخر والطاقة الشمسية، فيزياء النقل، المياه والري. وفي العصر البابلي كانت هناك نساء الكهنة يستعملن آنية ذهبية مصقولة كالمرايا لتركيز الإشعاع الشمسي للحصول على النار. هذه كانت طريقة فيزيائية مهمة جدا، ووردت في الأخبار ولكننا لا نصدقها، أن هناك مرآة سحرية أو مرآة كانوا عندما يتلون أو يكتبون اسم الشخص الذي يعني فقدوه يرون أين هو في أي مكان. والحقيقة هذا شيء مبالغ به، لكن وردت في بعض المدونات بهذه الطريقة المبالغ بها. نعم، العلوم الإنسانية، التاريخ عند البابليين طبعا كانوا معروفين جدا بمصادر، هي نصوص الحوليات يسموها الأنيلز، اللي كانت تدون فيها الأحداث عام بعد آخر على سنوات حكم الملوك، قوائم وإثباتات الملوك، ألواح الأخبار الكرونكلز، أحجار الكودورو، أحجار الحدود يسموها، أيضا كانت وسيلة لفهم بعض الأخبار التاريخية عليها. ثم نصوص التنجيم والعرافة، من نصوص التنجيم والعرافة نعرف شو صار الزلزال، وهذا الزلزال متى وأي ملك وزمن أي ملك وما الذي حصل وما هي الخسارة وإلى آخره، يعني كانت تستخدم أيضا كوسيلة. نعم، السلايد. هذه كلها اللي ذكرناها هي العلوم وهي العناصر المادية للحضارة البابلية كلها، هاي من بداية تقريبا من أول يعني ما بدينا المحاضرة إلى الآن. العناصر الثقافية بمعنى العناصر غير يعني غير الملموسة، مو مثل العلم ولا مثل الأمور المادية والقصر لا، العناصر المعنوية خلينا نقول عليها. فالحقيقة هذه المظهر القانوني، بابل وين ما نروح وفي أي مكان وفي أي زمان نذكر منها
وشيئا مركزيا كبيرا وهو قوانين حمورابي، شريعة حمورابي. لكن ما انتبهوا الناس إلى أن هناك 6-9 شرائع في بابل ظهرت. شريعة حمورابي هي الثالثة فقط، ليس في وادي الرافدين، لا، وادي الرافدين عند السومريين ما يقرب من 6 شرائع. أنا أحكي عن البابليين فقط. البابليون أنتجوا ما يقرب من 9 شرائع، نعم بعضها صغير لا يضاهي حمورابي، حمورابي لا يضاهي أي قانون آخر لا في وادي الرافدين ولا في غير وادي الرافدين. لكن نعددها على السريع: شريعة إيسن، شريعة أشنونة، شريعة بابل وهي شريعة حمورابي، مرسوم بابل الذي سكه إيمي صادوقة، رقيم سوسة إيمي صادوقة، أن بيشو اللي هو في العهد بابل القديم، قوانين كاشية ظهرت أيضا وهي قوانين ضرائب، قوانين بابل الحديثة، قوانين زراعية وزواج، ثم أسطوانة نبونائيد التي انتحلها كورش وأسماها باسمه أسطوانة كورش، وهي حرية العقيدة والدين، ولغتها كانت أكادية. هذه 9، لكن بالتأكيد مرة أخرى أقول أن شريعة حمورابي هي الشريعة المركزية الكبرى في بابل وفي وادي الرافدين وفي العالم القديم بأكمله. نعم، هذه بعض الأحكام، أحكام الزنا والاغتصاب. راح أذكركم شيء بسيط من عندها والبقية أنتم تكملوها. في القانون رقم 127، إذا تسبب رجل في أن يشار بالإصبع على كاهنة أنتم أو على زوجة رجل ولكنه لم يثبت اتهامه، يعني بمعنى أشار لها بالسوء، فالحكم عليهم أن يجلدوا هذا الرجل أمام القضاء ويحلقوا نصف رأسه حتى يكون علامة لشخص مسيء. 128، إذا أخذ رجل زوجة دون عقد فالحكم هذه المرأة ليست زوجته، إذن العقد هو اللي. إذا ضبطت زوجة رجل مضطجعة مع رجل آخر فعليهم، هاي مهمة وراح أترك لكم الباقي، عليهما أن يربطوهما معا ويسموها الاختبار ويرموهما في الماء، فإذا رغب الزوج في الإبقاء على حياة زوجته فيقبل أن تحرر زوجته ويرجعوها. الملك هو الذي يقرر ذلك، وبالنسبة للرجل الثاني اللي هو الزاني هو أيضا الملك هو الذي يقرر ماذا يكون، ولكن الحكم عليهم يجب أن يغرق في الماء. وهكذا بقية القوانين، إذا اتهم رجل كيف يدفع مبالغ وإلى آخره. هذه طبعا لا يمكن أنا أعرضها حتى اللي يحب يشوفها في بالتفاصيل. حمورابي أطلق على عمله اسما حقيقة مميز جدا، اسم دينات ميساريم أو أحكام نظام العدل، اللي هي 280 فقرة قانونية أو حكم في القانون المدني والجنائي. والفكرة هي التي عالجتها حمورابي هي الإدارة الفاسدة للعدل، ومواضيع راح أشرحها في جدول قادم. نعم، قوانين حمورابي من الأول، هذا هو، هي كل قوانين حمورابي من القانون الأول للخامس، هو القضاء والشهود والدعاوى والاتهام الباطل وشهادة الزور. من السادس للـ26 هي الأموال والسرقات وخطف الأطفال وإيواء العبيد. من 26 إلى 41 شؤون الجيش. من 42 إلى 100 شؤون الحقول والبساتين والبيوت. من 100 إلى 107 مخازن البيع بالجملة ودكاكين التجار والرهينة والتعامل مع صغار التجار. من 108 إلى 111 ما يعني ساقية الخمر. من 112 إلى 126 البيع والشراء. من 127 إلى 195 شؤون العائلة وحقوقها. 96 إلى 27 200 يعني إلى 227 عقوبات التعويض وغرامات بعض الاتفاقيات والعقود.
228 إلى 240 الأسعار وتعيين أجور بناء البيوت والقوارب، من 241 أجور الماشية والفلاحين والآلات، وهكذا نمضي. كل تقريبا كثير من، يعني ما أقول أغلب، لكن أعم مظاهر المشاكل الاجتماعية في ذلك الوقت. نعم. الآن المظهر، هذا المظهر القانوني أخذنا، الآن المظهر المدني والتربوي. ما هي مظاهر التمدن؟ يعني إحنا من نجي حتى على أي مدينة وعلى ذلك الزمن بشكل خاص، راح نقول أن مظاهر تعايش الإثنيات المختلفة في بابل، كما قلنا إثنيات كثيرة، أقوام، شعوب كثيرة أخرى، الأعمال التجارية الواسعة، فاعلية وسيادة القوانين البابلية، إذا ما هو قانون يستحيل تكون هناك تمدن، حقوق المرأة، وشفنا شلون حقوق المرأة تثبت، حقوق كزوجة وكامرأة عادية، التقسيم الطبقي لابد منه في ذلك الزمان، لا يوجد مجتمع مشاعي لهالحد يعني عادل، لابد من تقسيم، يعني هناك طبقات في المجتمع، لكن هناك عيش مشترك ضمن الحقوق والواجبات، الأمن الاجتماعي والقضاء على الجريمة، الاستقرار الاقتصادي، ووجود المدارس والنظم التربوية. وهذه موضوع المدارس حقيقة أغلب الحضارات تفتقد له للأسف، لكن في سومر وبابل كان موجودة وكانت عليها ضوابط وقوانين تحكمها وتلزمها. يعني لم يكن مثل ما في مصر التعليم أو المدارس دينية فقط، يعني فقط في المعابد، لا، هذه مدارس عامة مثل المدارس الحالية اللي نعرفها. التربية والتعليم، ما هي، راح أشرح لكم مجموعة مدارس وأسماءها، مدرسة كيش في تل الحمر، مدرسة نيبور أو نفر، ومدرسة سبار أو أبو حبة، هاي كلها اكتشفت أثاريا، مدرسة بورسبة تقع جنوب غرب الحل الآن، مدرسة بابل التي كانت مدينة بابل عاصمة العلوم والثقافة، وكان الملك نفسه يرعى في قصره مدرسة عليا ومدرسة دراسات فيها 3 سنوات، وعثر فيها على ألواح الرياضيات والفلك والتنجيم والقانون والطب والعلوم الطبيعية والجغرافية. نعم، سلايد الآخر. اسطوانة نبونائيد واسطوانة كوريش، هاي قصة مهمة جدا لأنه عليها خلاف. عفوا. الله يسلمك، شكرا. قلنا قبل قليل إذا لمحتوا أن نبونائيد عمل أسطوانة ودون بها الحقوق المدنية والحريات والحرية الاعتقاد وأمور كثيرة الحقيقة، موجود النص في الكتاب، عذروني ما أقدر أجيب كل شيء، يعني حرفيا موجود. وتوفي الرجل عندما دخل كورش الفارسي الإخميني إلى بابل، عمل أسطوانة شبيهة بها، لا نقول نسخة 100%، شبيهة بها، كل أفكار اللي وجدت هناك، وها إلى اليمين اللي شوفوها هي أسطوانة نبونائيد، وإلى اليسار هي أسطوانة كورش، وفيها حريات عامة، وضمنها سطر واحد يمكن أو أنه أهل يهوذا يرجعون إلى أورشليم. قامت الدنيا ولم تقعد اليوم هنا، واعتبروها في الأمم المتحدة هي هاي الوثيقة اللي انعطف بها حرية الإنسان عندما أطلق هؤلاء الأسرة. ليش هم بس هذول موجودين أسرة؟ ما هو العالم القديم كله كان أسرة. المهم أصبحت وقف، في حين هي نسخة من أسطوانة نبونائيد. هذا أمر أنا أقول على مسؤوليتي أصلاً، حتى مو قبل نبونائيد، هو نبونائيد نفس الرجل قلد شخص قبله اسمه مردوخ آبل إيدينا الثاني، هذا عمل أسطوانة شبيهة، وإجا نبونائيد سوى مثله، طورها وأعطاها شكلها. أما كورش فقطعت كأنه هو الوحيد اللي مسويها، وهذا غير صحيح. نروح للسلايد الآخر. المظهر الأدبي والفكري، بعد أن ناقشنا إذن المظهر القانوني والمدني، الآن والتاريخي، بمناسبة المظهر التاريخي كان أول واحد، لكن احنا ذكرنا التاريخ بالبداية. اللغة البابلية لهجة من لغة أوسع وأكبر، هي اللغة الأكدية،
بدأ ظهور الكتابة البابلية قبل ظهور سرجون الأكدي بقليل، وكانت عبارة عن كتابات نذرية في مدن ماري وكيش، وهناك كتابات على حجر الحدود. أما بالنسبة للأدب البابلي فينقسم من وجهة نظري إلى أدب نارو اللي هو الأدب الدنيوي، وأدب القالة اللي هو الأدب الديني. أنا لا أذكر الأدب الديني لأن سأذكره في الدين، أذكر الآن الأدب الدنيوي، يعني اللي هو الأدب بمعناه الحالي الذي نحن نكتب فيه الآن بالضبط. الأدب الملحمي والقصصي، كانوا يكتبون الملاحم والقصص، وأكبر شاهد، أكبر شاهد أن ملحمة جلجامش كتبت لأول مرة كملحمة في العصر البابلي القديم بسبع ألواح أو ثمانية، ثم كتبت بدعش لوح في العصر البابلي الوسيط. أيام السومريين لم تكتب ملحمة، هو شخصية جلجامش السومري، لكن لم تكتب له ملحمة، أو على الأقل لم نعثر عليها. عثرنا على ست قصص منفصلة عن بعضها، ليست مجموعة. أما في العصر البابلي فالشكل الأول لملحمة جلجامش ظهر في العصر البابلي القديم. تعرف شو وقت يعني؟ 1850 قبل الميلاد. ثانيا، الملاحم التاريخية البابلية، تسع ملاحم أنا عندي في كتابي ذكرتها، وهو معبد نبوخذنصر، ملحمة عودة تمثال مردوخ لبابل، نقش نبوخذنصر الثاني عندما صب نهر الكلب في لبنان، ونص نبونائيد في جزيرة العرب، وأخرى لم أذكرها للأسف يعني إن لا يكفي المجال. هذا بالنسبة لي ما نسميه بالملاحم والقصص. النوع الثاني هو الأدب الحواري، الديالوج، ديالوج اللي نوعين، نوعين عند البابليين. الأدمن دوغا اللي هي المناظرات بين الحصان والثور، بين النخلة والأثل، بين كذا وكذا، يعني اثنين يتنافسون أو يتناظرون. ونصوص الجدل، وأعظم نص على نصوص الجدل هو نص السيد والعبد الشهير جدا. أما النوع الآخر من الأدب فهو الأدب الغنائي، اللي هو مو اللي يغنى فقط، لا، الغنائي يعني الوجداني، الوجداني يعني اللي هو الآن الشعر وغيره. فعندهم الشعر الوجداني اللي يسمونه شيرو، لاحظ شيرو شعر، عند السومري شو يسموه؟ سر. عند العرب شعر، هم هي اللغات كلها يعني متقاربة. المدائح كانوا يسموها أدب، يبدو أن كلمة أدب جاية من النصوص المدائح. أما المراثي فتسمى تيجي، وأشهر مرثية في الأدب البابلي مرثية بابل عندما سقطت بابل. ثم الفخر، يعني نوع الفخر اللي هو التارو، ارتفاع أشتار، والغزل والحب، نصوص الغزل والحب، حدث ولا حرج. رابعا الأدب الأخلاقي اللي تضمن الأمثال، أدب السخرية، رسالة القرد أوكو ديلبي، جميل ونورتا، وهي قطعة من أجمل القطع في السخرية، والتربية والتعليم، والوصايا، هاي كلها أدب أخلاقي. أما بالنسبة لنصوص الحكمة فعندنا أشهر نص حكمة على الإطلاق في بابل، دون في بابل، اسمه حوار ساجيل كينا مؤبيب، حوار العدالة الإلهية، اللي هو بالضبط قصة أبي أيوب. هو أيوب نفسه، أيوب البابلي الصابر اللي تمر عليه المشاكل، وهو لا يجدف ولا ينكر الآلهة ولا كذا ولا. نفس القصة أخذوها العبرانيين ونسبوها إلى أيوب بالعبراني يعني بين قوسين. وعدنا لأمجدن رب الحكمة أيضا بالدلول نميقي، هذه أيضا من أدب الحكمة. السلايد الآخر حتى نعم، الفكر البابلي، هاي موضوع شوي يعني محرج ودقيق، وراحوا بتطرفات كثيرة، أريد نلم شوية المامة الزينة. فأقول أن القسم الأول من هذا البابلونية والفلسفة البابلية في الأكادية، يعني اللي هي البابلية أيضا، أسورتو هو معناه التصميم والبناء،
نيمقو هو الحكمة، نيمقو أو إيمك العمق، لا إيمك هو عمق، والمودو هو العارف، يعني نص النص المعرفة هذا، والميرسو هو المدرك، والحسو هو الذكاء والعقل. ظهرت في أوروبا مع بداية القرن العشرين حركة عالمية مشهورة جدا اسمها البابلونية، يعني العالمية البابلية أو الفلسفة البابلية الكلانية، وهي بابلونزم، حركة ثقافية وفكرية كانت أساس انطلاقها من علمي الفلك والتنجيم في ألمانيا، حيث بدأوا يؤولون العلوم والأساطير الفلكية والتنجيمية كبديل عن الإغريق، لأن هم الأوروبيين كانوا مستندين للإغريق، فقالوا أحسن مثل وأعمق وأقدم هم بابل وليس الإغريق، ففسروا كل الأمور على شكل البابلية، ونشأت منها تيارات كثيرة، لكن بعدين هاي المدرسة ضعفت. ونروح إلى السلايد الآخر حتى نعرف ما الذي الفلسفة البابلية التي نراها مجموعة من كثير من الظواهر الفكرية. أنا لا أقول بأن هناك فلسفة خارج بكل صراحة بلاد الإغريق، لأنه لكن هناك أشكال فكرية، فكر، هناك فكر، فكر فلسفي، هناك حكمة. نسمي هذه الفلسفة البابلية أو نقسمها إلى علم الكون الكوزمولوجيا، اللي هو موجود الكثير من 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 أشكاله في أسطورة الخليقة البابلية الإنوما إليش. علم الوجود موجود في إنه في تصورهم للعلم للطبيعة وما وراء الطبيعة، وأن الطبيعة كانت تضم الإنسان وغيره، وما وراء الطبيعة كانت تضم الآلهة والقوى الشيطانية والإلهية، وما وراء الطبيعة هو العالم الغيبي هو الذي يسيطر، يعني الميتافيزيقي أو العالم هو الذي يسيطر على الفيزيقي على العالم الحالي. الأبستيمولوجي أو علم المعرفة، الروح، النفس، الإله، الشخص أو الإله الشخصي، السلطة، المعرفة، القدر، هاي كلها مفردات داخل المعرفة كانت إلها ضوابط وتعاريف ومحددات. الأكسولوجيا اللي هو علم القيم، الأخلاق، اجتماع في نظرهم أن الأخلاق هو اجتماع السلطة السياسية والسلطة الدينية في يد الملوك والكهنة، هاي وجهة نظر كانت بابلية مطروحة. أما عند علم العقل عند البابليين فهو الإله، الإله يمثل العقل، سواء كان هذا الإله هو إله خارجي أو الإله الذي داخل الإنسان أو الإله الذي يرعى الإنسان أو ما يسمى بإله الشخصي، لأنه صفة الإدراك والفهم لا تتم إلا من خلال الآلهة صاحبة الإدراك الواسع في الكون. فهل يحق لنا تسمية علم العقل عند البابليين بعلم الآلهة؟ ربما. نعم، نروح إلى سلايد. المظهر السيكولوجي، سيكولوجيا الشعوب، سيكولوجيا الشعوب اللي هي الميزات الأساسية للمجتمع البابلي، احنا ذكرناها على السريع، نقول ان هذا المجتمع كان الى حد ما يعني ثابت التكوين، وكان نزوعه نحو الحضارة اكثر من نزوعه نحو الحروب، وانتجت بابل الصيغ العظيمة والعميقة من قوانين وادي الرافدين، وتشكل النظام المقايضة واستقرار البلاد، ومال الشعب إلى السلام أكثر من ميله، وجاءت الأخلاق البابلية خالية من التعصب والإزدراء للشعوب، لأن بابل كانت مختلطة الإثنيات، فكانت تمتلك القدرة الهائلة على التوازن الحضاري الصحيح. نعم. السلايد. المظهر الديني سأذكرها على السريع أيضا لأن الوقت بدأ يدركنا، فنقول أن المعتقدات الدنيوية أو المعتقدات الإلهية، هناك معتقدات إلهية البانثيون، يعني مجمع آلهة كامل، رسل الآلهة بي وملائكة وشياطين. المعتقدات الدنيوية البابليين متسامحين دينيا، يعني صحيح هم كانوا يعبدون إله مردوخ كإله قومي لهم، ولكنهم يقبلون يعني يتسامحون مع الشعوب الأخرى عندما تعبد في بابل ما تريد، والدليل على هذا الأسرى اللي إجوا من أورشليم كانوا يعبدون يهودا وظلوا يعبدون يهودا. النبوة كانت عندهم درجة موجودة
دينية عليا في الأديان التوحيدية لم تكن موجودة في الأديان السامية التي سبقتها. لكننا بد أن نشير أن هذه الكلمة لها علاقة بالإله نبو، الإله نبو، إله المعرفة، والذي كان له جذور سومرية إلى آخره. المهم، هذه بعض المعتقدات الدينية. السلايد. الأساطير، أنا قسمت الحقيقة البانثيون أو الأساطير الآلهة وأساطيرها إلى 7 طبقات: الآلهة العتيقة الهيولية أبسو وتيامت وممو، آلهة الكون اللي هي لخمو ولخامو وإنشار وكيشار، آلهة العناصر الأربعة آن إله السماء وهو إله النار، إنليل إله الهواء وراها، إيا إله الماء، آلهة الكواكب السبعة، كل كوكب من الكواكب السبعة كان له إلها، نينور، تمر، دوخ، رجال، نبو، شمش، سين، عشتار، عفوا شمش. الآلهة الأرض والعمران، هاي آلهة كل واحد مختص بالفلاحة وبالنجارة وبالمسائل. وسادسا آلهة العالم الأسفل، نرجال وإرشكيغال. هاي الإلهة إرشكيغال تتضح هنا عند الإلهة عشتار في الوسط تتضح، وحولها طبعا هؤلاء الذين أرادوا أن يحاكموها ويحاسبوها. نعم، بعض الرموز البابلية كما ترون اهتموا جدا، مثل السومريين اهتموا بالرموز، رمز الإلهة تيامت وعشتار، وهذا على شكل الرحم اللي هي ننخرساج، الإله أدت، الإله آنو، والإله إنكي أو إيا في البابلية إيا يسمى. نعم، وهذا أيضا سين إله القمر، وشمش وسين سوى وشمش اللي هو إله الشمس، وأيضا هذا المنشار هو إله الشمس، وهذه كلها رموز إله الشمس. نعم، الطقوس والشعائر، اغتسال ووضوء وصلاة وصوم 30 يوم موجه للإله الشمس، أيضا تراتيل وأدعية وإلى آخره، مناسبات، شعائر مناسبات خاصة بالبناء والموت والزواج. أما الطقوس فعيد عشتار في بابل كان في 5 آب، وأكيتو في رأس السنة يوم 21/3 أصبح يوم 1 نيسان، هو نفسه 21/3 أصبح 1 نيسان. وعيد الأكيتو عيد ضخم جدا، لا نستطيع أن نوفيه، يمكن محاضرة كاملة عندي على عيد الأكيتو بعد حوالي شهر. الآخرويات البابلية، ما هي الآخرة عند البابليين؟ كما قلنا أن هناك ألواح القدر يسموها المي عند السومريين، وهذه هي التي تحكم الإنسان. أما النهايات هناك ملحمة الحقيقة فريدة من نوعها اسمها ملحمة أتراحاسس، يعني فائق الحس. هذا من يحكي عن هو يركز على الطوفان، لكن من يحكي عليها يقول بأنه البشرية تعرضت إلى 3 إبادات، 3 كوارث: الطاعون والجفاف، يعني يقصد به النار الحريق، والطوفان. وأنا لفت انتباهي أن المندائيين في ديانتهم عندهم 4 أشكال لنهاية العالم: الطاعون نفس الشيء، والحريق نفس الشيء، والطوفان اللي صار، وعدهم القادم هو والعاصفة والريح هي اللي راح تفني البشر، يعني نوع من يعني عاصفة يعني مدمرة. فهذا واحدة من الأشياء اللي أكدت لأن المندائين لهم علاقة شديدة جدا بموروث واد الرافدين في موضوع الأخرويات. نعم، المكونات الثانوية في الدين، الشرائع المقدسة، أولا الشرائع والأخلاق وذكرناه يعني كثير حكينا على الشرائع، السير المقدسة سير الملوك. وبالنسبة للملوك العظام طبعا حمورابي على رأسهم، ونبوخذنصر ونبو نائد، هذول شخص بارز
لهم علاقة بما هو ديني أيضا. الجماعة والطوائف والمذاهب كانت يعني نفس الشيء، دين شعبي ودين رسمي. دين الرسمي هو مردوخ وكهنته، والدين الشعبي هو تموز وعشتار. أما بالنسبة للأسرار والباطنيات فكان السحر البابلي مشهور جدا، كان يضمن الاسم وكلمة القوة والكشف، هو السحر الأسود ومصاصو الدماء والتعاويذ والأشكال السحرية للشياطين والأعداد والرقى والطقوس الحرق، كلها كانت سحر، كان السحر في بابل يمارس، سواء كان سحرا أسود أم أبيض. العرافة البابلية يعني اشتهرت سيبيل العرافة الإغريقية، أصولها بابلية، جاءت من بابل إلى آسيا الصغرى ثم وصلت إلى بلاد اليونان، وأصبحت هي صاحبة كتاب العرافة الشهير جدا في العالم كله. تنجيم البابلي مشهور جدا أيضا بدليل الأبراج وغيرها. علم الفلك والتنجيم، علم عشتار، هذا اللي نسميه احنا، هذه عشتار أمامكم. نهاية الكون الاسكاتولوجي، هذه أيضا تحدثنا عنها قبل قليل. نعم، الأبراج بابلية الأصل، طبعا هي سومرية الأصل لكن ترجمت إلى البابلية وأخذت صيغة البابلية إلى اليوم احنا نتعامل بها. الحمل في شهر نيسانو، هو بالمناسبة الشهور البابلية هي مطابقة للأبراج لأن تبدأ من يوم 21 في تقويمنا الحالي. الحمل نيسانو، النور أبرو، الجوزاء سيمانو، سرطان دوزو، الأسد أبو، العذراء أولولو، الوراء العقرب أرح شمنا، القوس كسليمو، الجدي نبيتوم، الدلو شباتو اللي هو شبات، الحوت الدارو آذار الدار، هذه كلها يسيطر عليها آلهة ولها وضع. هناك نجوم معينة، هي مجاميع نجمية هي اللي، وحتى أسماء النجوم هم ذاكريها بالضبط. أقرابو يعني العقرب، المجموعة نفسها أقرابو اسمها، هي عقرب نفسها. بابل ساج القوس، هذه الدلو غولا لها غولا، هذه مجموعة غولا، وهكذا. نعم، تفسير الأحلام نفس الشيء. الحقيقة الآشوريين والبابليين اشتهروا بتفسير الأحلام جدا، حتى أن هناك كتاب مشهور وأعتقد مترجم سمعت أنه ترجم بالأمن اليقير، اسمه الأحلام الآشورية، أعتقد 1000 وكسر من الأحلام آشورية وبابلية، رهيب يعني، مادة مذهلة تفسر لنا كثير من طريقة تصورهم للحلم. يعني أجيب لكم أمثلة بسيطة حتى يعني نرتاح نعرف إذا حلم، يعني حلم على اليمين والتفسير على اليسار. إذا حلم الرجل أنه استيقظ عاريا فإن هذا الرجل سوف لا يصاب بأذى. إذا حلم الرجل أنه جامع بشكل جنسي أحد الحيوانات البرية فإن الازدهار سوف يحل ببيتي. إذا حلم الرجل أن قضيبه قد أصبح طويلا فإنه سوف لن يكون له منافس، وهكذا. يعني أحلام عجيبة غريبة وتفسر بطريقة خاصة من قبل كهنة كانوا يسمون الشائلو، يعني الذين يسألون، سائلو من السؤال، هم الذين مسؤولين عن تفسير الأحلام. عموما المظهر الفني، احنا تقريبا على وشك النهاية من الجزء الأهم والأكبر من المحاضرة، بقى شيء بسيط، هو الفنون البابلية. طبعا الفنون تقسم في كل العالم إلى 4 أقسام: العمارة، يعني العمارة بالفن كفن، والرسم والنحت والفنون الصغرى. نأخذ العمارة، بوابة عشتار لا نظير لها ومعروفة عندكم، ما أردحش على برج بابل ولا أردحش على الجناين المعلقة ولا أردحش، هاي كلها أمثلة معروفة صارت، ولا الإساجيل ولا قصور الملك نبوخذ نصر اللي اكتشفت، ولا هاي بالآلاف، ولا لا تسعها أرض بصراحة، أقول لكم طبقات طبقات فوق واحدة فوق الأخرى. فكانت بابل هي مدينة العمران بالعالم. مدينة بابل هي أكبر مدينة في العالم القديم بأكمله، وهذا مو أنا أقوله، يعني موجود في الكتاب بالتفصيل من الذي قال هذا الكلام، يعني العلماء اللي قالوا، وما هي سعة أثينا ومنف وكل عواصم العالم القديم، ما هي سعتها، ما هي سعة بابل. بابل كانت هي المدينة الأجمل والأكبر، حتى أجمل من آشور وغيرها.
نعم. سلايد الآخر في العمارة، هذه مدينة بابل، هذا التخطيط الحضري الأوربنايزيشن اللي هو كيف أن بابل مقسوم مستطيل مقسوم إلى شطرين بواسطة نهر الفرات، كانت موزعة بطريقة جميلة جدا هذه المعابد والمخارج، حتى الأبواب كل باب إلى اسم، ومنها أخذنا اسماء أبواب بغداد وغيرها. نعم. آخر إتمينانكي، هو هذا برج بابل مو الأبراج اللي صورناه، وهذا هذا ما تبلبلت عليه الألسن، شنو برج مكون من 7 طبقات، يعني قصر ارتفاعه يعني كم 20-30 قدم، يعني مو هذا برج العبادة الحقيقة، هذا يعني برج واحد من عبادة الإله مردوخ. نعم. نحت البابلي، هذا الأسد أسد طيني من ترحل تل حرمل اللي هي تابعة أو ضمن الحضارة البابلية، وهذا عابد لارسن نسميه تمثال صغير نذري، هذا النحت. هذا النحت أيضا اللي منحوتة قديمة لقلقامش، وهو يطعن خواوة يعني هو خنبابة، وهذا ملك بابلي ميل الشباك يحضر ابنته إلى الإلهة نانايا. نعم. نحت بابلي أيضا لوجه بابلي، وهذا فارس بابلي أو رجل محارب. هذه حلي بابلية، عفوا ختم اسطواني وهو حلية في نفس الوقت كان يستخدم. لاحظوا الختام الاسطواني اختراع سومري مذهل، يعني كان يستخدم للتدوين، ويعني حتى الهوية للشخص كان يعلق، يعني يكتب اسمه عليه ويعلقه في رقبته. نعم. أسد بابل القديم، راح أحشيكم على أسد بابل المعروف، بس هذا صور القديمة لأسد بابل، طين مفخور هذا. نعم. أسد بابل المعروف اللي هو يقال بأنه حيثي، يعني بناء يعني نحت حيثي تركه الحيثيون عندما غزوا بابل، لكن هذا غير محسوم الموضوع. وهذا طابع بمناسبة أسد بابل اللي هو أسد مشهور جدا في نحته. أزياء البابلية، لاحظوا الطراز الرفيع جدا للأزياء، وهذه الأكتاف العارية للرجل والمرأة وهم يرتدون ملابسهم، هاي أزياء ملكية الحقيقة اللي على اليسار. نعم. زخارف والتصاميم، هذا جزء من الفن البابلي، نشوف النباتات والدوائر كيف مزخرفة. نعم. ديكورات ملابس، ديكورات وملابس وفن الحلي البابلية أيضا، هذه قلادة من مدينة ديلبات، قلادة بابلية. نعم. الموسيقى البابلية، الألمان يقولون بأن الموسيقى في وادي الرافدين تطورت، السومريون كان عندهم 3 سلم مالهم ثلاثي، ثم تحول إلى خماسي مع البابليين، وتحول إلى سباعي عند الآشوريين، والإغريق أخذوا السلم السباعي من الآشوريين وصارت الموسيقى الغربية، يعني بمعناها أو بجوهرها القديم. وجد الألمان أن هناك تمثال تماثل بين السلالم الموسيقية الرافدينية 7 مع السباعية، يعني مع الإغريقية. عثر الباحث الألماني ابنك على نص مسماري عبارة عن فهرس للأغاني يعني مدونة، وطبعا ما يعني السلم الموسيقي دون عن طريق الحروف المسمارية، يعني مو سلم مثل سلم الحديث، لا هو الحروف المسمارية نفسها هي التي دونت هذا. الآلات الموسيقية وترية وهوائية وإيقاعية ومصوتة بذاتها وإلى آخره كثير، يعني هذا موضوعها طويل. نعم هنا ذاكرها بالتفصيل، الآلات الوترية الجنج والكنار يعني القيثارة والعود، الهوائية الصفارة الناي المزدوج يعني المطبج أو المزمار، القرن الشعبية الآلات الإيقاعية الطبل وإلى آخره، الآلات الذاتية التصوت الصنوج والأجراس والمضارب الرنانة وغيرها. هذه أيضا مجموعة من الموسيقيين البابليين في الأعلى، وهذه أسماء العازفين الحقيقة، عازفي القالة هم عازفي الألحان الحزينة التراتيل والنواح، قالة ماخ والعازف والمغني الأكبر، القالة هو الموسيقي من الدرجة الثانية، القالة تور
الكاهن الصغير المتدرب قال له قال موسيقي ومغني القصر. أما الموسيقى المفرحة يعني الحال المفرحة فيسموها النار، نار ماخ ونار ونار تور ونار لوغال موسيقي القصر ومغنيه. نعم. هذا رقيم مدونة موسيقية بابلية قديمة، هذا اللي قلت لكم عليها هسه، لاحظوا نفس الحروف المسمارية ولكن سلم موسيقي. فسووا العلماء العظام العادي المعاصرين أخذوا السلم الموسيقي وسووا هاي النوتة اللي تشوفوها جوا، سووها حولوها من موسيقى يعني من نوتة بابلية إلى نوتة حديثة وعزفوها، طلعت بعض الأنغام كذا. طبعا أكو أكثر من مثل الحقيقة، الآن اكتشفت أشياء جديدة بهالمضمار هذا. نعم. عازفوا الصنطور من بابل، هذا الصنطور اللي يعلق في من الأكتاف على البطن بهذا الشكل الأفقي ويضرب به بالعصي على الأوتار. نعم. المسرح البابلي حقيقة أنا من